السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي متابعين حساب عرب جديد من معرض طوكيو الدولي للسيارات. سيارة كونسبت جديدة عند نيسان، سيارة IMX تمثل مستقبل سيارات نيسان. ضمن تغطيتنا المباشرة لفعاليات معرض طوكيو للسيارات، التقينا بأكثر سيارات نيسان تطورا، وهي سيارة نيسان IMX الاختبارية، والتي تقع ضمن فئة مركبات كروس أوفر. وتعمل سيارة نيسان IMX على الطاقة الكهربائية، وزودت بأنظمة قيادة ذاتية بالكامل لترسم مستقبل سيارات نيسان الإنتاجية في عام 2022. التصميم الخارجي يليق بكونها سيارة اختبارية، فهي تحمل تصميما مستقبليا جريئا مع خطوط حادة ومصابيح بتصميم مميز. هذا بالإضافة إلى شبك أمامي وصادم عريض يضيف هوية رياضية شرسة لسيارة IMX الجديدة. أما من الجوانب، فحصلت السيارة على 4 أبواب تفتح باتجاهات متعاكسة، وزودت بإطارات عريضة، فيما يكتمل المظهر المستقبلي من الخلف مع سقف منحدر التصميم. ووصولا إلى المقصورة الداخلية، فمن اللحظة الأولى تظهر الهوية المستقبلية للسيارة، حيث زودت المقصورة بشاشات عملاقة بدون أزرار. كما تتمتع السيارة بمقود يظهر فقط عندما يقود السائق السيارة، ويختفي عند تفعيل أنظمة القيادة الذاتية لتقود السيارة نفسها بنفسها. السيارة أهم شيء لها، أن السيارة بإمكانك أن تحركها من خلال أن تقود السيارة تلقائية القيادة منك أنت كشخص، وممكن تفعل النظام ذات القيادة. الكمبيوتر بيقوم بالقيادة تحت السيارة وبيساوي بكل المعادلات. الكرسي بنام للخلف والسيارة بتدخل للداخل والسيارة بتقود نفسها بنفسها، فيعني سيارة ذاتية القيادة 100%. هاي الرؤية تمثل رؤية شركة نيسان بالسيارات المستقبلية، اللي هي سيارات صديقة للبيئة، ما في أي انبعاثات، وأيضا بتكون السيارة إنه سيارة كهربائية بالكامل. ميكانيكيا، تعتمد نيسان IMX على محركين كهربائيين يولدان قوة 430 حصان و 700 نيوتن متر من عزم الدوران. وتستطيع السيارة التي تعمل بنظام دفع رباعي للعجلات قطع مسافة 600 كيلومتر بالشحنة الكهربائية الواحدة. شاركونا أعزائنا متابعي عرب جي تي برأيكم في سيارة نيسان IMX الاختبارية التي تمثل مستقبل السيارات الانتاجية من الصانع الياباني نيسان، وأخبرونا إن كنتم من مشجعي أنظمة القيادة الذاتية عبر خانة التعليقات المرفقة في الأسفل. لا تنسى عزيزي المشاهد أن تنضم لقناة عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالأسفل للاطلاع على آخر أخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي.